بعد بالنسبة ليك؟ الفيلم السينمائي حلم الرعد للمخرج الجزائري بن عبد الله محمد، وبعد العرض الشرفي الأول له في سيدي بلعباس يلقى استحسان كل الحاضرين، خاصة وأن الفيلم يعتبر التجربة الأولى في إنتاجه المستقل بدون دعم مادي. لا حيث تعاون مع شركة ميسان للمخرج يحيى مزاحم، والذي وفر له بدوره كل المستلزمات التقنية للفيلم. قصة الفيلم مستوحاة من أحداث واقعية لشاب جزائري يبلغ من العمر 25 سنة، يعاني من تأخر في العقل، حيث يتهرب من مسؤولياته اليومية أمام ضغوطات والدته التي سائمت تمسكه بحياة الطفولة والصبا. في ظل إصرار الشاب في المحافظة على حياة طفل بريء، يحاول أن يتمسك بحياة الطفولة بتحديات إعاقة ذهنية في مجتمع يحكم على الأشخاص بالمظهر الخارجي. للإشارة، فإن المخرج الجزائري سبق له إنتاج 3 أفلام قصيرة، والتي شارك من خلالها في الكثير من المهرجانات الوطنية والدولية، نذكر منها مهرجان كان وكندا، إضافة إلى المهرجان الإفريقي بمدغشقر.